يعني نور، كتير من الأهالي بصيروا بيجيبوا شو ما بدهم الأبناء، وشو ما طلبوا وشو ما بيحبوا وشو ما بيخطر على بالهم، لأنه يعني عم يقدموا لهم كتير من التفاصيل وكتير من القصص يلي بيتمنوها، من طعام ومن شراب ومن لباس أيضا. بحسوا حالهم انه هن قاموا بالواجب، بواجب التربية، وفي الحقيقة هن قاموا بواجب رعاية فقط. وهو هل هو حق من حقوق الأبناء على آبائهم؟ فما هو الفرق بين التربية والفرق بين الرعاية؟ رح نتعرف أكثر مع نغم تربي. صباح الخير نغم، أهلا وسهلا فيك. هذا لقلوب الجميع يا رب. بالبداية يمكن مثل ما حكينا بالمقدمة في فرق كبير بين الرعاية والتربية، خلينا بالبداية نعطي تعريف بسيط للمشاهدين قبل ما نغوص بالتفاصيل. طبعا كثير مهم نعرف الفرق بين التربية والرعاية، وأن الأمور اللي نحن عم نقدمها لأطفالنا هل هي تحت مفهوم التربية أو تحت مفهوم الرعاية. فالرعاية دائما لحتى تستقيم عندنا الأمور وتتضح المفاهيم لازم نعرف أنه الرعاية هي تأمين مستلزمات الأطفال من أكل، شرب، لبس. ممكن تهتم بالأمور الشكلية، لكن التربية هي زيادة السلوك الإيجابي عند الأطفال، ممكن غرس القيم الأخلاقية اللي نحن حابين نزرعها بأطفالنا. يعني نحن أنا لما بجي بقدم طعام لابني هذا هو رعاية، لكن لما بقدم له طعام صحي هي هي التربية. طعام صحي بهتم ببنيته بالفيتامينات، الأمور اللي أنا اللي بتهتم بأمور الجسدية هي هي تربية. لما بشتري له لعبة هي هي الرعاية، لكن لما بختار ألعاب هي الألعاب بتكون كتير بتنمي له الذكاء عنده، بتنمي له قدراته، كل هي الأمور بنسميها تربية. كمان وجود المكتبة، مكتبة بغرفة الأطفال، هي بنسميها رعاية. لكن لما بساعد ابني ليختار القصص المناسبة لإله، لما بساعده على القراءة لحتى يكتشف كتير أمور مهمة يتثقف، فهي هي التربية. دائما الأم بتقول لطفلها أنه أنا لبستك وطعميتك ودرستك، كل هي الأمور هي بتفكر أنه هي أخذة منحة التربية، لكن كل هي الأمور رعاية وليست تربية. نغم، خلينا نحكي بنقطة. كثير من الأهالي بيعطوا للأولاد اللي بدهم إياه، بيقدموا لهم شو ما طلبوا من أكل، من شرب، من دلال، بيفكروا هذا الشيء هو دلال، ولكن بنفس الوقت هذا شيء فساد للأولاد عم يفسدهم. خلينا نحكي عن هالنقطة، كيف فينا نحن نفصل بين إنه نحن نعطيهم حاجتهم وبين نحن ما نحرمهم من شيء وبين نحن ما نفسدهم للأولاد؟ تمام. هلا نحن الزمن اللي عم نعيش فيه هو عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، كل هي الأمور تغيرت عن قبل. هذا الزمن اللي عم نعيشه له خصائصه الخاصة، له أموره الخاصة فيها. دائما بنلاحظ كثير من الأهالي لما تجي بدها توجه طفل بسلوك معين بتقول له نحن ما كنا هيك. اوكي، بنحترم الاباء والاجداد كيف ربوا اولادهم، لكن نحن عايشين بهذا المجتمع مختلف تماما عن المجتمع اللي قبله. انا بجي لما بدي اجي اعطي حاجات طفلي بعطيه لحد معين. هلق نحن بوقتنا هذا ما فينا نحرم طفل مثلا من موبايل، لانه بنلاقي كل اللي حواليه موجود معه موبايل عم يلعبوا بالالعاب الالكترونيه. ما فينا نحرمه مثلا يتفرج على الكرتونز، علما انه نحن وقت ما كنا كان الكرتونز بيعطي شيء مفيد، مثلا بيعطي غايه، بيهدف لشيء معين. لكن هلق كلها شخصيات شريره وهي الامور. نحن ما فينا نمنع ابننا عنها، لكن فينا نحدد اوقات معينه لحتى هو يتابع، حتى يمسك الموبايل. نحن للأسف نحن بنوجه طفلنا لهذا السلوك الصحيح، لكن بالمقابل نحن ما عم نعمل هذا الشيء. يعني بنلاحظ أمهات لما بتجي بتدرس ولاد، لما بتجي بتلعب أولادها الموبايل بإيدها تنسى حالها، هي صارت عادة عنا. نحن لما بدنا نبلش بهذا الموضوع لحتى نقوم سلوك الطفل بنبلش من حالنا. يعني أنا بجي معلي بتحكم انه حتى لو كان تعلقي بموبايلي كثير كبير، ما لي باوقات وجود الاطفال لحتى فرجيهم انه انا بلشت، انا القدوه لهم، ولازم انا فرجيهم انه انا بلشت اول شيء وهن بيكملوا مثل ما انا بدي لحتى اقدر اوجه بطريقه صحيحه. خلينا نحكي الخطوات الاساسيه والسليمه حتى ما يصير خلط بين الرعايه والتربيه، لانه لما يكون في خلط بيكون في مشكله اساسا بالتربيه، والاهل يمكن ما بينتبهوا لها بالبدايه، بتتفاقم بعدين مع الطفل.
الخطوات الاساسيه للفصل بيناتهم؟ طبعا اكيد. هلا كثير عالم بتهتم بالرعايه، يمكن لانه هي اسهل، يمكن لانه ممكن تكون هي الامور واضحه بالنسبه لهم، ما بيهتموا بالتربيه باعتقادهم هي هذا امر صعب. التربيه دائما ما بتحتاج لوقت اضافي، هي بدها وقت رئيسي، وبحكم نحن انشغال الاب والام وغيابهم الطويل عن البيت، فبنلاحظ انه لما بيجوا ما عندهم هذا الوقت الكافي لتوجيه الطفل لتربيته. كثير لاحظنا مثلا اطفال بمجموعات بنلاحظ سلوكياتهم، سلوكيات عم بتكون خاطئه، بنجي لحتى نخبر الاهل، دائما نحن بنكون على تواصل مع الاهل لحتى يعرفوا هي السلوكيات اللي عم بتكون فيها اطفالهم. لما بتجي الام ومنخبرها عن هذا السلوك فورا انه بتقول لا انه انا ابني عاد مو حارمته من شيء، عم طعميه، عم شربه، عم لبسه. طيب اوكي، هون نحن لازم نفرجيها الفرق بين الرعايه وبين التربيه. كثير حلو انه نحن عم نرعى اطفالنا، لكن الرعايه اي حدا ثاني بيقدر يقوم فيه غير الام، لكن التربيه هو مقتصر على الام والاب فقط. فلهذا السبب نحن لازم دائما نكون على تواصل مع الاهل، لازم نخبرهم بكل الامور لحتى نحن يتجهوا للتربيه ويبتعدوا شوي عن الرعايه اللي هن مفكرينها تربيه. هذا الخلط كثير كبير بين التربيه والرعايه. نغم، خلينا نحكي نقطة كثير مهمة وهو دور المدرسة بتربية الأطفال ورعايتها، الدمج بين التربية والرعاية من خلال المدرسة، إن كان عن طريق السلوك اللي بيتعلمه الطفل ومعاقبة الطفل بالسلوك الخاطئ بمساعدة الأهل. اليوم التعاون بين المدرسة والأهل قديش مهم وبيساعد على التربية الصحيحة؟ طبعا. هلق نحن حكينا أنه الرعاية أي حدا تاني بيقدر يقوم فيه غير الأم والأب، لكن التربية مقتصرة على الأهل، يعني الطفل أول ما بينشأ بأسرة، فهي الأسرة هي المسؤولة عن تربيته وعن تعديل سلوكه. دائما بنقول بأول 5 سنوات للطفل تتكون شخصيته، فهون أنا لما بدي أزرع قيم وأخلاقيات سلوكية صحيحة بزرعها بأول 5 سنوات. نحن مثلا بنبلش بنهتم بأطفالنا أول 5 سنوات، لما بيطلعوا طبيعي بدهم يشوفوا كتير أشياء برا، مثلا بدهم يشوفوا سلوكيات خاطئة، بس أنا لما بربي ابني تربية صحيحة بال5 سنوات فهون أنا بشوف إنه خلص أنا مأمنة عليه، شو ما شاف، شو ما صادف سلوكيات خاطئه هو بيقدر يعدل. فهون نحن لحتى يكون في مساعده بين الاهل وبين المدرسه او الحضانه، فكتير ضروري يكون في تواصل. يعني لما بيجي طفل مثلا اول ايامه بالروضه بدي اخذ معلومات كامله عن سلوكياته، الاشياء اللي بيكون فيها، عن ممكن الطفل يصير فيه سلوكيات ايجابيه او سلوكيات سلبيه، فهون انا ضروري يكون على تواصل مع الاهل. واي شيء يعني مثلا انا اذا بتحكي الام وبتسالني عن طفل فانا ما بجي بقول لها كثير منيح وحباب وهو عم يضرب رفقاته، هو عم يعمل سلوكيات خاطئه، لا معلي، خليني اكون صريحه، لانه الصراحه والصدق بهذا الموضوع بيوصلنا لنتائج كثير حلوه، خصوصا بالمراحل الاولى. يعني في حالات انكار احيانا كثير كبيره بتكون من الاهل ما بيعترفوا انه مثلا ابنهم عندهم مشكله او هن مقصرين بناحيه او بامر من الامور. بس خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلتي ببداية حديثك، هي التربية مش انك تقعدي فترات طويلة مع ابنك، هي لو كانت فترات رئيسية واساسية تماماً. مثل ما قلنا يمكن في كثير من الناس بتشتغل بدال الشغل اثنين، ففي فترات طويلة بعيدة عن البيت، بس قديش فعلا لما انا ارجع البيت ساعة مع ابني يمكن وطريقة التعامل معه واكتساب المهارات يمكن والقدرات، لانه تماماً. الطفل مثل ما قلتي ببداية اول 5 سنين اي شيء بيعمله هو مكتسب من المحيط، يعني هو بيقلد امه بالضبط شو بتشتغل. تماما. فلهذا السبب نحن كمان ما فينا نحط كل الامر على الام، لانه الاب هو كمان مسؤول مثله ومثل الام، لازم يكون في تنسيق بيناتهم. يعني انا اوكي عندي هي الساعه لحتى انا وجه ابني بطريقه صحيحه، ما عليه بعطيه كل هي الساعه كرمال انا وجهه بهي الطريقه اللي بدي اياها انا، مو بيجي. ممكن كثير امهات بتجي من الشغل تعبانه مو قدرانه تعمل شيء، يلا بقول خلص خليني اعطيه الموبايل وبيلتهي عني وبلا ما اعمل شيء انا، وبرجع مثلا غير مره بوجهه بهذا السلوك. لا، السلوكيات الخاطئه ما بدها تأجيل ابدا، لازم نحن نوجهه بنفس اللحظه يلي هو عمل فيها خطا، لانه كثير صعب نرجع فيما بعد. يعني دائما الاهل بتقول يلا ابني صغير عمره 2، ابني صغير عمره 4 5 سنين، لا الطفل مو صغير، بالعكس هو كاميرات عم يلتقط اي شيء، اي سلوكيات عم بيشوفها امامه. فكثير حلو انه نحن نبلش مثل ما حكيت بالبدايه، نبلش من حالنا.
والاب هن يشوفوا سلوكياتهم، يشوفوا كيف بدهم يتعاملوا مع اطفالهم كرمال نعطي النتيجه الصحيحه بالتربيه. وابدا ما نمل، لانه التربيه ما بدها ملل، بدها صبر كثير. تماما، بدها صبر، بدها صبر. نعم نغم، كمان قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي اكثر، يعني كيف نحن فينا بموضوع التربيه انه نحن نضبط كثير، بنلاقي مثلا من العائلات ساكنين مع تيتا وجده، مع يعني هلا الوضع الاقتصادي في سكن بيكون جماعي عم يكون، خلينا نحكي كيف بتكون هي الضوابط وما يصير في مخانقات وما حدا يتدخل بالتربيه. هي بالبداية تبلش من الأهل، يعني اتفاق مسبق بين الأم والأب أنه هذا الطفل أنه مسؤوليتنا لنا، مع احترامي طبعا للتيتا والجده، لكن دائما هن اللي بيطمعوا الولد فينا نقول، يعني بيعطوه كل شيء. لا، هي ما اسمها تربية، بالعكس نحن دائما منتفق بشيء، منوزع الأدوار بيناتنا، يعني إذا أنا قلت إيه هو بيقول لا، ما بيقول لا، يعني نحن الاثنين مشتركين على رأي واحد. وطبعا بهذا الوقت يعني إذا نحن تفاهمنا مع الأشخاص اللي موجودين معنا بالبيت ما رح يصير في زعل، لأنه بالنهاية هذا طفل وتربيته واجب علينا نحن. يعني أي سلوك خاطئ بيرجع بيعمله بعدين بصيروا بيقولوا أمه عملت مثلا أنه الحق على أبوه هيك ساوى. فلا، خلينا من البداية نحن نرسم خطة، نمشي على شيء معين، نحط ضوابط نمشي عليها والطفل بيمشي عليها، فبعدين كل شيء بيصير تمام. يمكن نغم كمان التكنولوجيا والإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي فاتت على كل تفاصيل حياتنا واخذت طبعاً. يمكن كثير وقت من الاطفال. اليوم بتشوفي طفل عمره سنتين ثلاثه ماسك اللابتوب وعم يحط طبعاً. يوتيوب كمان عم يكتسب اشياء كمان عن طريق الانترنت. قديش مهم فعلا اليوم يكون في رقيب للاهل طبعاً. لانه طبعاً. عم نشوف كمان مثل ما قلنا كان الكرتون سابقا، حتى افلام كرتون كانت في الى رساله هادفه طبعاً. كنا نشوفها عبر التلفزيون لمده ساعه، هلا لا، بكبسه زر ممكن يشوف طبعاً. اي شيء الولد. كان في قناه الأول، هلا بتلاقي أكثر من قناة وكل قناة عم تعرض شيء معين، وبالنهاية ما إلى هدف. يعني كثير كان الشخصيات عم بتأثر حتى بنفسية الأطفال صحيح. فلهذا السبب نحن كثير ضروري إنه نراقب الطفل مراقبة كثير كبيرة لحتى نقدر نشوف تصرفاته والحركات اللي هو عم يعملها ونضبطها صح. نعم، نحن بدنا نشكرك كثير، شكرا كثير لحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. نشكرك اكيد، ومثل ما قلتي يمكن التربيه هي مسؤوليه كثير كبيره على الاهالي وبدها طوله بال وصبر كثير كبير. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا.